صباح الخير على متابعينا في كل مكان، متابعين تلجراف مصر، معاكم آلاء محمود من محافظة اسكندرية، وأهلا بيكم في لايف جديد. على الرغم من تحسن الأحوال الجوية في محافظة الاسكندرية وارتفاع درجات الحرارة، ويعني بتسود أجواء دافئة الآن، ولكن هناك تحذيرات بحالة من عدم الاستقرار بتقلبات جوية قادمة وتغيرات حادة في حالة الطقس بتشهدها عدد من المحافظات الأيام القادمة. أصدرت غرف العمليات المركزية في المحافظات بيان بتحذير المواطنين بشأن انخفاض درجات الحرارة في الأيام المقبلة، مع فرص سقوط الأمطار مرة أخرى. طبعا يعني حذرت كمان هيئة الأرصاد بعدم الانخداع بحالة الدفء التي تشهدها المحافظات الآن، وعدم تخفيف الملابس وارتداء الملابس الخفيفة. يعني أوضح بيان غرف العمليات المركزية موعد انخفاض درجات الحرارة، ويبدأ من الأحد القادم 7 أبريل، وذلك بمعدل 4 درجات مئوية، مع عودة فرص سقوط الأمطار في مختلف المحافظات ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة. وأوضح البيان أن فرص سقوط الأمطار تزداد على شمال البلاد مع زيادة الإحساس ببرودة الطقس، ويعني طبعا ده بعد تعرض المحافظات لموجة من الطقس الحار خلال الأسبوع الجاري. يعني كمان يعني درجات الحرارة يوم الأحد 7 أبريل على القاهرة الكبرى والوجه البحري العظمى 26 درجة مئوية و 15 درجة مئوية للصغرى. أما بالنسبة للسواحل الشمالية 22 درجة مئوية للعظمى و 13 درجة مئوية للصغرى، جنوب سيناء 30 درجة مئوية للعظمى و 13 درجة مئوية للصغرى، شمال الصعيد 28 درجة مئوية للعظمى و 15 درجة مئوية للصغرى. يعني دي درجات الحرارة المتوقعة يوم الأحد 7 أبريل. ولكن يعني بتسجل درجة الحرارة اليوم في محافظة الأسكندرية 24 درجة مئوية للعظمى و 15 درجة مئوية للصغرى، ودرجة الحرارة اليوم في القاهرة الكبرى والوجه البحري 30 درجة مئوية للعظمى و 18 درجة مئوية للصغرى. يعني احنا بنشهد اليوم ارتفاع في درجات الحرارة، ولكن يعني هيئة الأرصاد بتحذر من الانخداع في حالة الدفء التي تشهدها بعض المحافظات. أما بالنسبة لحالة الطقس المتوقعة اليوم، يعني الأربعاء 3 أبريل، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، دافئ على السواحل الشمالية، لطيف ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء. توقع أيضا
شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة وهي القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. أما بالنسبة لحركة الملاحة البحرية، البحر المتوسط خفيف إلى معتدل، ارتفاع الموج من 0.5 لـ1 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية وشمالية شرقية. أما حركة الملاحة البحرية بالبحر الأحمر معتدل، بارتفاع الموج من 1.5 لـ2 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية وشمالية شرقية أيضا. يعني دي درجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة اليوم الأربعاء 3 أبريل. يعني زي ما تابعنا مع حضراتكم، يعني الأجواء بمحافظة الإسكندرية الآن بتشهد استقرار في الأحوال الجوية وارتفاع نسبي في درجات الحرارة. يعني الشمس الآن ساطعة وهدوء نسبي للرياح، وبنشهد أجواء دافئة نسبيا خاصة يعني خلال ساعات النهار، ولكن بتكون أجواء شديدة البرودة ليلا. ولكن يعني الآن يعني هناك أجواء شتوية يعني دافئة واستقرار في الأحوال الجوية، ولكن طبعا يعني بتحذر الهيئة العامة للأرصاد الجوية من الانخداع بحالة الدفء التي تشهدها المحافظة، يعني خاصة وأن هناك يعني موجة حارة بتشهدها محافظة الإسكندرية على أجزاء معينة يعني على مدار اليوم. ولكن يعني هناك حالة مرتقبة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وتحذيرات بعودة سقوط الأمطار وانخفاض درجات الحرارة مرة أخرى. يعني يمكن احنا خلال الأيام الماضية شاهدنا عدد من النوات، يعني نوات هذا العام 2024 هي أكثر شدة وبرودة من السنوات الماضية نتيجة التغيرات المناخية. يعني أيضا كمان خلال شهر مارس شهدنا عدد من النوات، منها يعني نوة السلوم بدأت في 2 مارس، نوة الحصوم بدأت في يعني 9 مارس، ونوة الشمس الكبرى بدأت في 18 مارس، ويعني استمرت لمدة يومين، وآخرها نوة عوة أو برد العجوزة يعني بدأت في 24 مارس، واستمرت حتى بداية شهر أبريل. ولكن يعني زي ما بنتابع مع حضراتكم ان هناك تحذيرات بعودة سقوط الأمطار مرة أخرى ويعني انخفاض درجات الحرارة مرة أخرى في الأيام المقبلة. لذلك طبعا بتحذر هيئة الأرصاد بعدم الانخداع في حالة الطقس وتخفيف الملابس من الثقيلة للخفيفة بسبب التقلبات الجوية التي سوف تشهدها المحافظة الأيام القادمة. وطبعا يعني ضرورة متابعة النشرات الجوية لمعرفة الأجواء وحالة الطقس بالمحافظة يوميا. متابعينا في كل مكان، متابعين تلجراف مصر، بشكر حضراتكم، شكرا جزيلا.